قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده خلينا نروح لاميا ونتعرف منها على اخبار الشوارع في ساعات الصباح الاولى. صباح الخير عليك يا لاميا. صباح الخير عليك يا شاذلي وصباح الخير عليك يا منى وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي مع بعض نستعرض جوله عن احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر ونبدا بالقاهره بالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبيه. ولو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي هناك في سيوله مروريه ومكمله لحد طريق العروبه. وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للمفنجري نفس الموضوع كمان على كوبري المطارية القادم من الكابلات. كورنيش النيل القادم من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى وسط البلد. لكن المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر. دلوقتي هنروح محافظة الجيزة وخلونا نبدأ من مدينة 6 أكتوبر اللي فيه غلق كلي لطريق الواحات وده لمدة 6 شهور علشان استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات وده هيستلزم غلق كلي لطريق الواحات أمام حركة المرور على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة ومستمرة لحد 16 فبراير من العام القادم. علشان كده لازم الناس تاخد بالها من التحويلات دي والطرق الداعمة اللي تم إضافتها. ونفتكر برضو أن الطريق الدائري للقادم من أكتوبر ما زال مغلق والاتجاه إجباري لنفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج للمتجه لمناطق شرق القاهرة وبعدين هيكمل كوبري تحيا مصر بعد كده محور الفنجري القادم من أكتوبر ومتجه للتجمع الخامس أو مناطق المعادي وحلوان أو كورنيش النيل ياخد الطريق السياحي ومنه للطريق الدائري وده هيكون أفضل مسار. لو رحنا لشارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات وده طبعا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. والكثافات للمتجه كمان لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق لحد العشرين. خلونا نروح دلوقتي لمحافظة المنيا في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق ولو شفنا الطريق الصحراوي الغربي في محافظة بني سويف لمحافظة المنيا في سيولة مرورية كمان طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. أما طريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة اللي مش بتأثر على حركة المرور. أما طريق الصحراوي الشرقي في كثافات مرورية بسيطة لا تعوق حركة السير. باختصار طرق محافظة المنيا الأساسية ما فيهاش أي عائق طارئ بيعوق حركة المرور. هنكمل جولتنا من محافظة الشرقية طريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية ونفس الموضوع في طريق بلبيس الزقازيق ما عدا بعض الكثافات في مدخل المدينة. منطقة العصلوجي يعني الحالة هناك بسيطة جدا والكثافات نسبية جدا وبسيطة في طريق كمان المحافظة الجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لديار بنجم. أما طريق أبو حماد المتجه للإسماعيلية ماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. خلصت كده جولتنا المرورية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والطقس هيكون طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط للرياح في بعض المناطق مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 35 درجة وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة. أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.